مشاهدينا متابعينا الكرام، التواصل يستمر والانطلاقات تستمر على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. جولتنا الثالثة بدأت مع المحليات، وفي هذه اللحظات مع المهجنات الأصايل، عاشري أشواطنا بمجموع الأشواط الثنايا ما شاء الله. المنطلقة في رحلة الخمسة كيلومترات مباشرة نذهب مع الصدارة شباب على المركز الأول، علي بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، من يقدم شباب في أول الأسماء الباحثة عن نواميس هذا الشوط. المركز الثاني القادمة من الجانب الآخر والمتسللة في هذه اللحظات هنا القادمة، انتباه احمد بن سالم، احمد بن سعيد بن منانه، شعار بن منانه، احمد بن سعيد بن منانه الكتبي يقدم انتباه على المركز الثاني. قادمه بن زعبيل متقدمه في هذه اللحظات ومنطلقه في مركزنا الثاني. همولوله همولوله اللي غيرت بخيت بن علي بالخصواني المنصوري قادم على المركز الثاني. المنصوري مقدما هملوله وشعار المركز الثالث، نتابع المركز الثالث شعار المتحدي القادم مع انطلاقة امتياز سالم بن سعيد بن منان الكتبي. المركز الرابع، المركز الرابع من الجانب الاخر التسلل والتقدم في هذه اللحظات من بشاير علي بن يمعة بن خميس لويص السويدي، ناخذ المركز الخامس والقادمة وشل 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 علي بن سالم بن حمد بن سليم الكتبي القادم على المركز الخامس. سادس مراكزنا جود القادمة سهيل بن مبارك بن مرخان الكتبي، ياتي ابو مرخان يقدم جود على ارضية ميدان المرموم والجود بن ثعلوب هنا في الثلاثة كيلومترات يقدم الضبي عبد الله بن سالم بن ثعلوب الكتبي قادم من القطاع الجنوبي يتقدم مع الضبي، ناخذ المركز الثامن. وصلت وتقدمت شموخ بشموخ هذا الشعار وتاريخ المتحدي وزعبيل، سالم بن سعيد بن بنان الكتبي يتقدم مع شموخ على المركز الثامن. المركز التاسع وصلت ولع ولع مطر بن محمد محمد بن ضبيعة الكتبي يقدم ولع، والمركز العاشر روعة يا سلام سالم بن يمعة بن خليفة بن حضيرم القادم. المركز العاشر القادمة روعة سالم بن يمعة بن حضرم الكتبي القادم على عاشر المراكز. هكذا هي النتيجة، ندانا الأول مشاهدينا متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل متابعينا خلف الشاشات، نتابع الأسماء القادمة والشعارات القادمة في هذه اللحظات. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، امتياز امتياز اللي غيرت مع المتحدي سالم بن سعيد بن منان الكتبي يتقدم ويقدم امتياز على المركز الاول. الضبي القادم الضبي على المركز الثاني تتقدم بشعار بن ثعلوب القادم والمتقدم مع الضبي عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الاخر ولع مطر بن محمد بالضبيعة الكتبي قادمين، اهالي نزوة مؤكدين حضور الولع على المركز الثالث. المركز الرابع وشل علي بن سالم بن سليم الكتبي قادم من المدام. المركز الخامس شوفوا تابع شموخ، قادمة شموخ سالم بن سعيد بن منان الكتبي يقدم شموخ. المركز السادس
المركز السادس دمع دمع القادمة سعيد بن عبد الله بن سبعين المحرمي ما شاء الله يأتي ويقدم دمعة مع أول ندى لدمعة ناخذ المركز السابع وصلنا إلى المركز السابع وصلت الأسماء تحرك الكل تم القادمة محمد بن راشد بن قحيد المهيري بنقول خلاص لوحة الإعلان 1200 المركز التاسع المركز التاسع من القادم بشاير بشروني عنش ما يدرون يا بشاير علي بن يمعة بالخميس لغويص السويدي ياهي معركة ياهي أسماء ياهي شعرات وغادير ولا هذه قادمة غنادير غنادير حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة قادم مع غنادير يا سلام يا سلام يا سلام زعفران سلطان بن علي بن سلطان الكتبي قادم مع زعفران ولكن روحي المتحدي ما شاء الله يأتي هنا على المركز الأول مع امتياز 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 على المركز الأول بن منانة هنا بن ثعلوم يأتي مع الضبي على المركز الثاني من الجانب الآخر شموخ شموخ بن منانة بن قحيد بن قحيد قادم مع في هذه اللحظة يقدم تم محمد بن راشد بن قحيد المهيري ما شاء الله معركة رباعية خماسية بن حلوكة قادم وزعفران سلطان بن علي بن سلطان الكتبي اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة بن منانة بن قحيد بن ثعلوم بن ثعلوم شوطنا العاشر ما شاء الله الثنايا الثنايا المهجنات الأصايل إلى زعبيل إلى شموخ إلى شموخ والضبي الضبي اللحظات الأخيرة بن ثعلوم بن منانة بن منانة شموخ شموخ تهانينا والناموس للمتحدي سالم بن سعيد بن منانة لكتبي المركز الثاني وصلت الضبي لعبد الله بن سالم من ثالوب الدرعي المركز الثالث زعفران لسلطان بن علي بن سلطان الكتبي المركز الرابع المركز الرابع وصل شعار محمد بن رايد بن قحيد المهيري معتم المركز الخامس المركز الخامس وصلت امتياز لسالم بن سعيد بن منانة الكتبي ما شاء الله المتحدي وامتيازه يأتي هنا والشموخ وزعبيل سلام 7:59 وجزء واحد من الثانية تهانينا والناموس للمتحدي سالم بن سعيد بن منانة الكتبي على نفوس شموخ بالمركز الأول بن ثعلوب الدرعي ما شاء الله والقطاع الجنوبي 7:59 جزئين من الثاني الضبي لعبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرع احتلت المركز الثاني المركز الثالث 7:59 أربع أجزاء من الثانية زعفران لسلطان بن علي بن سلطان الكتبي اللي احتلت المركز الثالث هكذا هي النتيجة تهانينا والناموس للجميع.